11 من يوليو من عام 1981، ميناء كانتون بالصين يستقبل السفينة صحار، تحفة بحرية بأشرعتها الثلاثة تحاكي زمنا بعيدا لا يشبه الحاضر ولكنها تزينه. صحار اسم له بريق في سجل المدن التاريخية العظيمة، تعرفه الصين منذ القدم، فوصفت بقصبة عمان وخزانة الشرق ودهليز الصين. أما صور فلها أن تفخر بصناعتها كما صنعت الأساطيل التليدة. إنها رحلة السندباد، تحيي طرق الحرير التي خبرها العمانيون. رغم بعد المسافات ومشقة السفر، تبتهج الصين بوصول صحار، فتستقبلها برقصات التنين الأسطوري، وتعيد قراءة وثائقها التي تعود إلى 1200 قبل الميلاد، لتجد اسم عمان مسطرا على صفحاتها. وتفتح الصين صفحات القرن الثاني الهجري 8 الميلادي، فتتذكر أبا عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم الذي عاش على أرضها سنوات طويلة، فيعجب الصينيون به ويلقبونه بسفير الأخلاق الحميدة، فيعود منها محملا برائحة العود. وتتذكر جالية كبيرة من التجار العمانيين كانوا يعيشون بينهم ويؤصلون علاقتهم بالصينيين فيتزوجون من نسائهم، فانفتاح العمانيين على العالم القديم حالة تجاوزت المصالح المادية إلى العلاقات الإنسانية. فإذا نزلوا بأرض عمروها بأخلاقهم وأعلوا البنيان ورفعوا المآذن. وربما تذكرت الصين أيضا بعض سفنها التي رست يوما على الموانئ العمانية.